الميداني حول نظام الإرث في المغرب، ما هي آراء المغاربة؟ بحث ميداني قامت به جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. يعني هدفين أساسيين كانوا ديال هاد البحث الميداني، هو أولا معرفة آراء المغاربة حول نظام الإرث في المغرب والمواقف ديالهم والتطلعات ديالهم، ولكن خاصة فيما يتعلق بثلاث يعني قواعد نعتبرها تمييزية. هي قاعدة نصف حصة للبنت مقابل أخوها الذكر، وقاعدة التعصيب، وقاعدة يعني إبعاد الزوجة الغير المسلمة من الاستفادة من الإرث. يعني والهدف الثاني هو أن يعني إعطاء فرصة للمغاربة أنهم يشاركوا في هذا النقاش الدائر يعني في المجتمع المغربي حول مراجعة مدونات الأسرة ومراجعة يعني المقتضيات المتعلقة بنظام الإرث. والنتائج اللي ظهرت يعني بكل موضوعية وحسب يعني مقاربة علمية موضوعية، هو أن 44% يعني كيقولوا أن ما يمكنش تم مراجعة مقتضيات المتعلقة بالإرث لأنها مرتبطة بالمرجعية الدينية، و 36% كيقولوا أنهم كيعتبروا هذه القواعد التمييزية وخصها يعني تتم المراجعة ديالها على أساس التغيرات المجتمعية والدستور المغربي والالتزامات المغرب والدور الاقتصادي اللي صبحات كتلعبوا المرأة في المجتمع وفي الأسرة، و 20% ما دلوش بالرأي ديالهم. واش تخوفا انهم ينعتون بغير ضد المرجعيه الدينيه، او ما بغاوش يدليو يعني بحقهم لانهم هما مع المساواه ولكن ما بغاوش يتعرفوا. واكيد ان هذا البحث يعني ولو عنده يعني المحدوديات ديالو بينا ان هذيك 36% اللي بغات يعني مراجعه المقتضيات التمييزيه يعني تبين أن السلطة يعني الملكية هي اللي يمكن لها يعني تعالج هاد المقتضيات التمييزية. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شريك رئيسي في هاد مع الجمعيات النساء المغربيات للبحث والتنمية في هذا الموضوع اللي هو نظام الإرث، استغوار آراء المغاربة بخصوصه، اللي كان بحث ميداني، بحث معتمد على مناهج علمية دقيقة وموضوعية، وتنعتقد أنه لأول مرة كيدار بحث بهذه المواصفات اللي غطى جميع التراب الوطني، اللي اعتمد على 1200 شخص، رجل ومرأة، واللي كانت فيه أسئلة واضحة موضوعية. علاش واضحة وموضوعية؟ باش حتى الاستجواب اللي غيكون اللي غيترتب على هذا عمل هذا الاستمارة يكون واضح، وعلى ضوءه ممكن ناخذ الخلاصات وممكن ناخذ التوصيات. اللي كيف قلت في المداخله ديالي، المبررات ديال هذا البحث الميداني ثلاثه: مبرر دستوري، الحمد لله اليوم عندنا احنا دستور اللي يسع هذا البحث هذا، وبالتالي عندنا فيه واحد الركيزه اساسيه هي مبدا المساواه، نص على مبدا المساواه بين الرجل والمراه. المنطلق او المبرر الثاني اللي هو مبرر سوسيو اقتصادي واجتماعي، اللي هو فيه جوج ديال التيمات. التيمة الأولى اللي هي أن نظام الإرث نعتقد أنه نظام قديم جدا، ماشي عنده علاقة فقط بالدين الإسلامي، بل هو فيه بعض القواعد اللي هي قبل من الدين الإسلامي، وبالتالي هو تركيبة مبنية على عصبية قبلية. والتيمة الثانية في هذا المبرر كذلك هو أن الدور ديال المرأة أصبح دور آخر، ليس الدور الذي كانت عليه من قبل، أصبحت معيلة، أصبحت موردة في المجال الاقتصادي، وبالتالي اليوم من خلال هذا المبرر اليوم كنشوفوا بأن المرأة لابد أن تنصف على هذا الأساس. هذا المبرر الثالث اللي هو مبرر حقوقي، اللي فيه مجموعة ديال المجالات نعتمد فيها على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نعتمد فيها على تقارير مجموعة ديال المنظمات النسائية، نعتمد فيها على أن المغرب اعتبر بأن المواثيق الدولية هي يجب أن تكون سامية، يعني سموها على التشريع الوطني. ومن هذا المنطلق هذا المغرب انضم إلى مجموعة من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية دولية لمناهضة العنف ضد النساء، بالتالي يجب يعني أجرأت هذه المسائل هذه
واعتبارها، ومن هذا المنطلقات هذا جاء هذا البحث الميداني اللي خلصنا فيه الى توصيات معينه، هو ان البنيه يعني بنيه التعليم الديني اليوم وجب انه خصو ينفتح، وان خصو تعاد النظر في صياغ البرامج على اساس ان تكون عندنا قيم الانفتاح، قيم تقبل الاخر، قيم الاختلاف، والقيم الحقوقيه يعني من دورها الكوني. كذلك التوصية الثانية اللي هي كانت بالأساس ضرورة إشراك وسائل الإعلام ونقل هذه التجارب اللي كتكون في فضاءات معينة إلى 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 فضاءات أخرى. والتوصية الثالثة اللي كانت كتركز بالضرورة إلى تمكين مجموعة من الفاعلين بشكل عام، الفاعل العمومي اللي كي ممكن أجهزوه في المؤسسات التشريعية اللي هي مجلس المستشارين ومجلس النواب، العلماء، القضاة، الصحافة إلى غير ذلك. أنا دائما لا أشك في قدرات المغاربة، دائما أنا داخل الوطن أؤمن بقيمه، أؤمن بأن له مهارات، له رجالته ونساؤه، لهم القدرة على تفعيل أي شيء من هذا النوع هذا.